Saya akan menghafalkan surat Al-Ma'arij juz 29. Loh, kok juz 29? Gimana tau gak meratik ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anil naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما أمور وما بينهما الرحمن رحم ulangi wama bainahum rahman nila yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yataqallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dhalika al yawmul haqq lamma syaa attakhadha ila rabbi ma'ab inna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وليقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.